بنات شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير. مشتاقتكم هواية. اول شيء مشتاقتكم كومة. ثاني شيء اشكر كل الناس اللي سألوا علي. بعض الناس، بعض البنات راسلوني على الانستغرام، وبعض البنات كتبوا لي تعليقات وبقوا يسألون علي وليش غايبة عنكم. بالبداية حاب اقول انه سبب غيابي هو انه صارت عندي شوية ظروف. قبل شهرين صارت عندي حالة وفاة، ومن بعدها صارت عندي ظروف فما قدرت انزل لكم اي فيديو، رغم انه انا كنت يعني اتمنى انه انزل لكم فيديو. مشتاقة لتعليقاتكم ومشتاقة انه انزل فيديو وتكتبوا لي تعليقات وكذا، بس يعني شو اسوي، الظروف كانت ما تسمح لي انه انزل فيديو او المهم يعني. فحتى ما اختصر عليكم الوقت، فاليوم مثل ما شفتوا طلعنا هيك طلعة بسيطة، وراح اشوفكم مشتريات اشترينا، مشتريات رمضان، فراح ابدي يعني راح اشوفكم اياها. اول شيء اخذت هذا القماش، طبعا دني اختي اشترتهن المشتريات لانه هي تحب الديكورات وما اعرف ايش وهاي، فهي اشترتهن للبيت. اول شيء اشتريت هذا القماش، هذا القماش رمضاني سعره 1500، يعني هو ستن من هذا الستن العادي مات الرايات، فسعره 1500. كان بي ألوان، يعني عدة ألوان، بس صراحة أنا عجبني هذا الأزرق وأحمر فاشتريناه. ماكو فت فكرة معينة ببالي، بس إن شاء الله راح أسوي بيه ديكور وراح تشوفون الديكور إن شاء الله أنزل لكم إياه. وثاني شيء أختي أخذت هذا المنظم مع يعني مكياج، إكسسوارات، أي شيء يعني ممكن إنه تخلون بيه، و يعني هو هذا 19 يعني منتشر هواية، فهذا شكله وصراحة شكله حلو وحجمها ماتين كلش زين، يعني شوفوا حجمه كلش كبير وشكلها ماتين حلو مثل ما تشوفوا، يعني ممكن انه تستخدموه للمكياج تخلون بيه مكياج، ممكن تستخدموه تخلون بيه اكسسوارات، ممكن انه اقلام، يعني ورد، اي شيء ممكن انه حتى تخلوه بالمطبخ، ف يعني تستخدموه بكل مكان حابين انه تستخدموه بيه. واخذنا بعد هاي النشرة على شكل فانوس، طبعا هي بيها عدة اشكال، اكو نجمة، اكو هلال، واكو فوانيس يعني، واكو خشبية، اكو هي هاي الذهبية، فما اعرف شو عجبتنا ذهبية. المهم اكو بيها انارتها صفرة واكو بيها انارتها الوان، انا جبت هاي اللي انارتها صفرة، وبعد اكو يعني عدة اشكال، اكو كبار اكو صغار وما اعرف ايش يعني، يعني اشتري وين موجود بالسوق. وبيها منها هذا السويتش، هذا ممكن انه شنو يعني تربطوها بوحدة ثانية، يعني بهالشكل هذا تربطوها بوحدة ثانية، واذا حابين انه نسويها نشرة كبيرة يعني. واخذنا بعد هاي الشموع، طبعا هاي اول ما رجعنا للبيت يعني اختي استخدمت منهن، ف يعني مثل ما تشوفون مفتوحات. واخذنا بعد هذول يعني لل ان شاء الله للديكور مال رمضان، يعني هم اخذناهم لونهم ذهبي حتى ترهم ويا الديكور. واخذنا بعد هذا الحجي ابو العربانه، طبعا يا بنات اكفت ملاحظه بسيطه، بعض هاي التماثيل يكون سعرها غالي وبعضها يكون سعرها رخيص. هالشي بسبب انه بعض هاي التماثيل يصنعوها بجودة كلش عالية، يعني بطريقة احترافية، التصنيع مالتها كلش حلو، الصبغ مالتها يكون غالي ومتعوب عليها بالصبغ، يعني مصبغيها على كيفهم وبطريقة احترافية فيكون سعرها غالي لانه متعوب عليها، وبعضها مصنعيها بطريقة يعني بطريقة يعني شلون ما كان فيكون سعرها رخيص. فهم هم مراعين الحالة شلون ما اقولكم يعني هاي الازمة والمدري شنو الاقتصادية، فقام يصنعون من هاي التماثيل الرخيص والغالي، يعني
ماتيريال مالته زين والماتيريال مالته تعبان، فيعني لذلك بعد انتو بكيفكم، يعني لذلك تشوفون اكو اختلاف بالاسعار، بعضها غالي وبعضها رخيص. وهذا الثاني هماتين مثله بالضبط، هماتين دا يدفع بالعربانة وما اعرف ايش هياته، هذا فنوس، فمثل ما تشوفون شكله كلش حلو ابو كرش، وهماتين نفس السعر يمكن 8000. واخر شيء اخذنا هذا يعني هو هلال ونجمه وبنفس الوقت مبخره، فاختصرناهن يعني 3 في 1، ما اعرف شلون راح اشوفكم يعني انه يعكس الصوره طبعا. المهم فهذا هم نفس الشيء بنات، يعني اكو بعضه غالي بعضه رخيص لانه حسب التصنيع ماله، يعني حسب اللحيم ماله، حسب الصبغ ماله، حسب الحديد مالته، المعدن اللي مستخدميه. وطبعا هاي خليتها بالتشيس لانه حتى ما تعكس الصوره مالتي، يعني تعرفون اخاف تخترعون اخاف تشوفوني وتخترعون من جمالي لا كذب كذب عليكم. المهم فهذا شكله مثل ما تشوفوه حلو. وبس بنات هاي كانت كل مشترياتنا الرمضانية، طبعا راح نسوي بيها ديكور، فاذا حابين انه اسوي لكم فيديو عن الديكور وشون راح نرتبه كتبوا بالتعليقات. صراحة احنا ماكو فكرة معينة ببالنا، يعني بعدنا اصلا دا نفكر شلون نرتب الديكور وكذا، فانطونا انتو هماتين افكار شلون نرتب لنا الغراض. وهاي اكتبوا لي تعليقات لانه هواية مشتاقة لتعليقاتكم، واتمنى ان شاء الله يا رب عجبكم الفيديو. اشوفكم فيديو جديد ومع الف سلامة. صلى عليكم بعد خدود يما، فديت لي خدود اني لك شنو هاي الخدود الحلوه بعد كرش الحجي ماخذ سيلفي الحجي شتبي على بلبي.